أشتغل نادلة بمطعم قريب منها. خلص شغلي عادة بالليل، هسه الساعة 1 بالليل. خلصنا وسدينا المطعم، بس ما عندي سيارة ولازم انتظر كل ليلة الباص حتى يجي وارجع بيها للبيت. اليوم الجو كلش بارد، سويت لي قهوة من المطعم لما طلعت. ساخنة، رح تدفيني شوية بين ما يجي الباص. من الصعب الوحدة من عندنا تنتظر بالليل الباص يتأخر والدنيا تتثلج. باين باجر رح يكون الجو كلش بارد. عادة كل يوم اشتغل من 5 للوحدة بالليل. الباص عادة يجي 1:30، بين ما اوصل للبيت تصير بالـ2. الحياة صعبة بس أحب شغلي. مطعمنا يوفر كل شي بيه، كل الأكلات اللي تريدها، أكل إيطالي، أكل شرقي، أكل نباتي، لحوم. والموظفين كلش زينين وياي، كلش أحب الشغل بيه. شيء الواحد يسوي انه يشرب قهوة لما يكون الجو بارد برا. مثل ما انتو شايفين الدنيا تثلج اليوم. عادة يكون وياي شخصين همين يشتغلون، واحد يشتغل في فندق والثانية تشتغل محل قهوة عم تخلص شغلها بالليل. بس اليوم ماكو أحد، يمكن شفتاتهم تغيرت اليوم. أنا مو من النوع اللي يحب الشتاء، ما أحب أحس بالبرد، بس أحب الثلج، أحب البياض. حلو الثلج يجي من ينزل، تحس بيه مثل القطن وانت ولابس ومتدفي، وبنفس الوقت تشوف الثلج تحس نفسك بغير عالم، خاصة لما تكون الدنيا ليل وماكو احد بالطريق. كلش حلو القهوة بنص الليل، بس اتأخر الباص اليوم. بالعادة يجي مبكر، يا خوفي يتأخر بعدين شلون رح اوصل للبيت. عادة الباص يكون فارغ، ما يكون بيه غير بس أنا والسواق أو شخص أو شخصين. بس اليوم راح أحكي لكم عن قصة صارت وياي لما جنت على موقف الباص بالليل أنتظر. لبست الكفوف، ما أريد تتجمد إيدي لحد ما يجي الباص. Yeah.
حسستني خلتني أقلق أكثر. يعني أنا ودا أنتظر الباص، فجأة حسيت يخلي إيده بجيبه وجانت يطلع يريد يطلع فتشي شي حسيته كبير بالحجم، لأنه كان شوية صعب عليه انه يطلع يعني من جيبه. اول شعور جا ببالي انه هذا ممكن مسدس عنده، خاصة هو طبعه عليه بطريقة غريبة. فقمت اروح على موت، اركب على الجهة المقابل، بس بوقتها اجى الباص وركضت وقعدت فيه. قعدت بيبا وعد عليه، جان صافن علي بالباص يعني من برا، فكلش جان مخيف. تأخر الباص اليوم، السائق اسمه مايكي هو جان طالب جامعة يدرس سنة ثانية أدب فرنسي، شغل فاشتغل سائق باص. ستدخل الباص ان شاء الله ما يدخل اكثر من هيك، لاني راح اكون بخطر وحدي هنا. راح اضطر اتصل بالتكاسي، بس ما احب اركب بالتكاسي لاني ما اطمن مثل ما يكون الباص. فإن شاء الله يجي، والثلج بعد دا ينزل والثلج قوي. بعد راح تكون يمكن عاصفة ثلجية أو شي، يمكن انتو تحبون الثلج، أنا ما أحبه وما أحب الأحلى إني أبرد، وصاني كلش بردانة.
حاجة مو زين. الشمسية الحلو بالثلج انه ما يبللك.
الشمسية وظليت أمشي وهدومي صارت مي، ومن حظي يعني اجت بوقتها سيارة وجان اكو مي بالشارع ورشت المي كلها علي لحد ما وصلت المدرسة جنت صايرة مي صافي. واتذكر بوقتها بردت وصار وياي التهاب قصبات. يلا يا باص وينك؟ ليش تأخرت يا ربي؟ كل إلا الليلة لما يكون الجو برد والدنيا ثلج، حتى القهوة بردت. كلش حلو، أشوفكم بعدين.